اهلا بحضراتكم من جديد، وهنتكلم شويه بقى على مباراه سيمبا يوم الجمعه. الاهلي وسيمبا زي ما بنتكلم ان هي مباراه مهمه جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، مهم قوي ان هم يشوفوا عرض قوي مش بس نتيجه، لانه التاهل الحمد لله تاهلنا تاني ولكن الموسم اللي فات تاهلنا تاني وقدرنا ان احنا نفوز بالبطوله. سيمبا كمان متحفز وجاهز للمباراه، ودايما بنتكلم انه اي فريق بيلعب بطل افريقيا بيبقى عنده القوه والمجهود المضاعف ان هو عايز يثبت نفسه على الأقل قدام بطل أفريقيا. وسيمبا الحقيقة يعني برضو كان مأدي مباريات قوية، ولحد دلوقتي معظم الفرق الإفريقية في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم ده فايقة بشكل كبير وبتأدي بشكل كبير، والمرحلة الجاية هي المرحلة الحاسمة، عشان كده عايزين نحضر ليها بأفضل شكل ممكن. خلينا نتكلم أكتر على المباراة دي مع صحفي التنزاني تشارلز أبل على التليفون. برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. أشكرك لاستضافتي. في البداية عايزة أسألك، شايف إزاي مباراة الأهلي وسيمبا فنيا، المباراة اللي هتكون إن شاء الله يوم الجمعة؟ أنا بتمنى إن كما شفنا قبل كده ماتشات الأهلي وماتشات سيمبا، بتمنى إن نشوف ماتش قوي جدا، لأن الفريقين على مستويات أفريقية من الدرجة الأولى، وبالتالي اللي بتمناه إن نقدر نستمتع بالماتش، وإن أتمنى كل الحظ لكلا الفريقين. وأنا بعتقد إن المباراة صعوبتها بتتمحور في كم الخبرة اللي ولا الفريقين. طيب ازاي استعد فريق سيمبا التنزاني للمباراه دي تحت قياده مدربه الفرنسي ديدي جوميز، خصوصا وان المباراه ممكن تكون ثاريه بعد خساره الاهلي في دار السلام؟ من المؤكد ان سيمبا وجوميز عندهم هذا التصور، وشايفين ان الاهلي بطبيعه الحال هيحاول نوع من مباريات الانتقام، وان كان هذا لا يقلل من عدد النقاط او الفرص لكلا الفريقين، حتى وان كان المعتقد إن المباراة تكون كنوع من الانتقام. سيمبا بيستعد استعداد كامل، هيلعب بكل قوة وبنية حسنة. هل هيخوض جوميز موقعة يوم الجمعة اللي جاية قدام الأهلي في القاهرة بطريقة هجومية، ولا هيكون يعني أكثر تحفظا وهيلعب على الهجمات المرتدة من وجهة نظرك؟ بعتقد ان اللعب على الاسلوب الهجومي او بالستايل الهجومي في القاهره قد لا يكون الانسب، لان احنا بنواجه الاهلي في القاهره في ارضه، وبالتالي طريقه او الستايل اللي هيكون هو اقرب الى المحافظه على الوضع الحالي. وطبعا ان احنا نتعامل مع هجوم الاهلي اللي نتوقع انه يكون مستمر، هو ما سوف اعتقد يدفعنا الى اللعب على الهجمات المرتده بالاكثر. طيب هل فريق سيمبا هيحضر للقاهره كامل العدد، ولا بيعاني في صفوفه من بعض الغيابات المؤثره؟ هيكون فول تيم سكواد كامل العدد، ولا في غيابات بالنسبه لفريق سيمبا؟ كثير من لاعبين سيمبا المهمين اللي لعبوا كبار المباريات الماضية هيكونوا موجودين في القاهرة وبقيادة جوميز، وطبعا في بعض اللاعبين منهم اللي بيلعبوا لفرق دولية، إلا أن سيمبا بيأمل ان بوجوده في القاهرة ان يقدم اقوى مباراة في هذا الموسم.
هل تتوقع انه يدفع المدرب الفرنسي بتشكيل اساسي قدام النادي الاهلي، ولا ممكن يريح بعض اللعيبه المهمه، خصوصا وان المباراه يعني بتعتبر مباراه تحصيل حاصل بعد التاهل لربع النهائي؟ جوميز وسيمبا هيلعب بكل اللي عنده، لاننا عارفين ان الاهلي هيقدم فرق هجومه كامله، خطط هجومه القويه قد تدفع سيمبا انه يحط كل قوة للعب مقابل الاهلي، وبالتالي جوميز لما هيكون موجود في ماتش القاهرة هيكون قدامه 11 وحش، ولاعبينا لازم يكونوا على الاستعداد لمواجهة هذا الوضع. هذه المباراة مع الاهلي هي بالنسبة للاهلي مهمة، وكذلك بالنسبة لسيمبا. طيب عايزة أعرف توقعاتك لنتيجة المباراة بين الأهلي وسيمبا في ختام دور المجموعات. قد يكون النجاح حليف الأهلي لأنه بيلعب على أرضه، ولكن في لقائهم الأخير في القاهرة برضو شفنا أن الفريقين لم يدخروا جهد، وما أقدرش أقول لك النتيجة من دلوقتي. طيب مين الفريق اللي بيخشى سيمبا أن هو يواجهه في الدور ربع النهائي من الشامبيونز ليج الإفريقي؟ في حقيقة الأمر النهاردة احنا بنتكلم على اننا بنواجه الفريق على المستوى الثاني وهو البطل الأفريقي، المستوى الثاني في هذه المجموعة، ومع ذلك احنا النهاردة مواجهتنا للأهلي هي مدعاة للفخر ومدعاة كذلك لمقارنة قوى فريقنا واستراتيجياتنا. سيمبا لديه خبرة والأهلي لديه خبرة مطولة، ولا نخشى أن نتواجه، وأن من هنا نتمنى النجاح للأفضل. سيمبا قابل الزمالك ولعبنا مع فرق مصرية على مدار التاريخ، إلى أن أنا بشوف أن مباراتنا مع الأهلي قد تكون الأهم في الفترة الحالية. أكيد. طب عايز أعرف منك إزاي الإعلام التنزاني والصحافة التنزانية بتتعامل مع مباراة سيمبا مع الأهلي؟ تنزانيا والصحف والإعلام في على مستوى البلد ككل، واحنا مشجعين كرة الى النخاع، كلنا بنتكلم على هذا الماتش ومتوقعين ان بما ان ثقافة الكرة في مصر وما لدى الاهلي كذلك من حسن الخلق والنوعية بيدفعنا جميعا الى ان ننظر الى هذه المباراة، ونأمل أن يكون فريقنا مستعد لها، لأن الماتش كبير مش صغير، واللقاء في حد ذاته حتى بعيدا عن المنافسة الأفريقية هو لقاء قوي وبننتظره. بشكرك جدا الصحفي التنزاني تشارلز أبل.